وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بيت الرعب على منصات موقع الحادثه. مين فينا ما تقلوش اسكت احسن اوديك لابو رجل مسلوخه، او حتى لو ما عملتش الواجب او ما اكلتش الاكل بتاعك امنا الغلة هتاكلك. طول فتره طفولتنا كنا بنسمع الجملتين دول كتير من اهالينا، وكل واحد منا كان رسم لهم صوره في دماغه على الرغم اننا عمرنا ما شفناهم ولا حتى هنشوفهم. من الكرش انهم كانوا سبب خوفنا لفترات طويله، ودلوقتي هعرفكم على قصه ابو رجل مسلوخه. بيقولوا زمان ان كان في راجل مشوه رجله الشمال مسلوخه تماما، اما بقى رجله اليمين كان نصها بس هو اللي مسلوخ. الراجل ده كان بيمشي في الشوارع علشان يخوف العيال الصغيرين، وساعات كمان كان بياخدهم معاه او يعاقبهم بالضرب او يحطهم في اوضه ضلمه. والناس كانت بتقول ان الكائن ده كان بيجي بالليل، وكان بيجي بس للولاد اللي مش بيسمعوا كلام مامتهم، كمان الاطفال اللي مش بيناموا بدري او مش بياكلوا اكلهم او حتى مش بيشربوا اللبن. تقريبا كده ابو رجل مسلوخه كان بيتلكك وخلاص. ابو رجل مسلوخه مثلث رعب لاجيال كتيره في مصر، فبمجرد ان الام تقول لطفلها هجيب لك ابو رجل مسلوخه، ساعتها الطفل بيعمل اللي قالت له عليه مامته فورا. التصورات اللي روجها الصوره الذهنيه عن الراجل ده ما زالت حتى يومنا ده وبتتردد بشكل كبير. وكان في قصه زمان منتشره في الارياف عن طفل كان بيعاني من حاله نفسيه شديده مسببه له هلع من نزول الليل، بمعنى ان لما الدنيا تظلم ما يخرجش من بيته. بسبب ايه؟ بسبب خوفه من ابو رجل مسلوخه، وكان مقتنع تماما ان ابو رجل مسلوخه ده موجود. والموضوع ده سبب له عقده في حياته لدرجه انه ما عرفش ولا يتجوز ولا قدر حتى انه يشتغل، لان زي ما قلنا كان بيخاف من الليل. والحكايه كلها بدات لما مامته دايما كانت تهدده ان لو ما اكلش او ما سمعش الكلام هتجيب له ابو رجل مسلوخه، وكانت دايما تقول له ان راجل شكله مش حلو ودايما بيخطف الاطفال بعد خروجه في الليل من مكان محدش يعرفه، ويفضل يعذب فيهم لحد ما اخينا ده صدق الموضوع وفضل يخاف من ابو رجل مسلوخه ومصدق وجوده لحد ما كبر ومبقاش يخرج من البيت. نرجع بقى لزمان، لا مش زمان دي، زمان قوي، ايام العصرين اليوناني والروماني. فهو كان معبود مصري قديم اسمه بس، رب المرح والسرور في مصر القديمه، والرب الحامي للطفوله في العصرين دول، وهو معبود ذو اصل اسيوي يظهر في معظم حالاته وتماثيله على هيئه قزم، ولعب دور هام في مصر القديمه كرب للمرح والسرور. ظهرت هيئه المعبود بس بشكل واضح منذ عصر الدوله الوسطى، الا ان اقدم هيئه معروفه ليه ترجع لعصر الدوله القديمه، حتى وان كانت ما بتصورش المعبود نفسه وانما بتمثل قناع المعبود اللي جسده شكله في وضع امامي بلبده اسد، وكمان كان شكله بيجمع بين الهزليه والشكل المخيف في وقت واحد، هيئه تجمع بين البشريه والحيوانات، ويقدر يضحكك ويرعبك في نفس الوقت. يا ريت بقى ما نخوفش عيالنا تاني بيه وندور على حاجه الطف نقدر نخوفهم بيها. وبكده تكون انتهت حلقتنا مع ابو رجل مسلوخه. نشوفكم الحلقه الجايه على خير، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، ومع السلامه. Thank you.